اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في روضة خريم اليوم على التعديلات التي سبق أن وجه بها أيده الله للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف في الجهات الشمالية والشرقية والغربية. وقد استمع الملك المفدى إلى شرح واف من معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ومن معالي مساعد وزير المالية الأستاذ محمد بن حمود المزيد ومن القائمين على المشروع وذلك على المجسم والمخططات النهائية لمشروع التوسعة. استعرض الخطوات اللي مر فيها تصميم التوسعة ووين وصلنا الآن فيها. تذكرون طال عمرك أنه عرضنا عليكم بديلين، واحد بالجهة الجنوبية من الحرم والثاني بالجهة الشمالية. اي نعم، فعرضنا بعدها نعم هذا الجنوبي وهذا التوسعة نعم وهذه التوسعة الشمالية التصميم الأول السابق نعم. وبعدين وجهته طال عمرك انه نعرض البديلين على هيئة كبار العلماء سماحة المفتي وهيئة كبار العلماء وأيدوا التوسعة الشمالية، لكن أنتم طال عمرك برضو وجهتوا بالتعديل بالتصميم تخفيض المناير وكذلك القبة الشمالية أنه تخفض، فوصلنا إلى التصميم الأخير اللي هو مثل ما تشوفون طال عمرك المناير هذه حوالي 200 وشوي متر بدل 457 متر الارتفاع، خفضت حسب توجيهكم وكذلك أزيلت صار فيه نعم أي نعم، وصار التصميم كله يتناسب مع الوضع الحالي مثل ما وجهت أنه ما يصير فيه يصير أبرز من التوسعة الحالية. فهذا بالنسبة للتوسعة. المناطق المحيطة طبعا كلها بالنسبة للجزء الشمالي لابد أنه يزال على أساس أنه التوسعة، وراح يعاد تصميم كل المنطقة المحيطة بما في ذلك الدائري من الجهة الشمالية، فكل هذه راح يعني تزال لأن التوسعة تصل. المسجد الأول هنا طال عمرك هذا أي نعم هذا القبر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، وهذه توسعة الملك عبد العزيز وتوسعة الملك فهد وتوسعتكم هذه طال عمرك. المجموع المصلين بعد التوسعة بيصل إلى 1,600,000 مصلي، منهم 900,000 مصلي داخل الحرم، 700,000 بالساحات المحيطة. وبعدين يعني حفظ على المنبر في مكانه حسب التوجيه والمحراب في مكانه دون المساس طال عمرك. بس يعني مظلات هل ممكن طال عمرك بالساحات مثل ما نعم مثل ما الوضع الحالي طال عمرك يكون بالساحات الجديدة يصير فيه مظلات. وهذا مثل ما قلت طال عمرك المنطقة المحيطة هذه كلها إن شاء الله تبي تتطور وتصير يعني. وحوفظ طال عمرك على سوق المناخة اللي أوقف الرسول اللهم صل عليه لأهل المدينة، حوفظ عليه كما كان يعني بالتوسعة الجديدة لم تمس. هذا جبل سلع طال عمرك اللي موجود حاليا ما هو ذو ارتفاع، يعني حوالي بين 40 وفي مناطق أقل من 40 وفي مناطق أكثر شوي. طبعا طال عمرك مثل ما تذكرون الوقف القديم وقفكم والوقف الجديد كلهم يدخلون بالتوسعة بما في ذلك طبعا العماير المحيطة الثانية كلها. خلوا يأخذون هذه الصور هذه.
تصوير هذه طال عمرك وضع المسجد إن شاء الله بعد اكتماله بعد التوسعة الجديدة إن شاء الله. هذه الصورة توضح الشكل المعماري والذي وجهته في طال عمرك بالنسبة للمسجد. كمان في من المناهير إن شاء الله هذه طال عمرك بالتوسعة الجديدة عندنا حوالي 10 مناير طال عمرك على المدخل الرئيسي والمداخل الجانبية كلها عليها مناير بما فيها المنطقة الأمامية. في 360 بوابة 360 بوابة للحرم تفريغ الحشود. نعم. طال عمرك حوالي 360 باب مدخل ومخرج لتفريغ الجهات مع الأربع جهات دورين طبعا بالنسبة للتوسعة الصلاة في دورين وكذلك في السطوح إضافة للساحات والمدخل ده يعني مثل ما وجهته صار يتناسب مع بقية التوسعة. هذا بفضل الرب عز وجل الحمد لله وإن شاء الله هذه توسعة فيها خير وبركة الحجاج بيت الله الحرام والشعب السعودي الأبي والله يوفقنا لما يحبه ويرضى على خدمة ديننا ووطننا. الحمد لله الحمد لله. طال عمرك التوسعة إن شاء الله راح تكون كافية لعشرات السنين لأنه ما يعني هذه فرصة وأنتم أمرتوا فيها طال عمرك أنه لابد من أخذ يعني الزيادات الكبيرة في عدد الزوار ولا ما قلت لك سنتين سمع طال عمرك أبدا أبدا الله على على مباشرة على خير الله يبارك فيكم ويجعلكم ذخر للإسلام والمسلمين. الله يوفقكم. اعتماد التوقيع على بركة الله المناسب. الله يبارك فيكم. شوفوا كيف الوضع الحالي كيف الناس وبين العماير يصلون يعني فعلا ازدحام كبير بوقت المواسم والأعياد فإن شاء الله هذه تبي تنتهي كلها بعد التوسعة. الله كريم الله كريم. وقد أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن هذه التعديلات التي وجه بها الملك المفدى أيده الله على المجسم والمخططات النهائية للتوسعة أتت بعد أن تم عرض البدائل التي تتفق وتناسب التوسعة التي أيدها سماحة المفتي وهيئة كبار العلماء مقدرين وشاكرين لخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله اهتمامه وحرصه على كل ما فيه مصلحة عامة لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. وأفاد معالي وزير المالية عقب اعتماد الملك المفدى للمشروع أن خادم الحرمين الشريفين وجه بالبدء الفوري للمشروع حرصا منه حفظه الله على تيسير سبل الراحة والطمأنينة لزوار المسجد النبوي الشريف موضحا أن المسجد سوف يستوعب بعد الانتهاء من الأعمال أكثر من 1,600,000 مصلٍ. وأضاف بأنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن المواقع التي ستشملها التوسعة الكبرى. هذا وقد قام خادم الحرمين الشريفين